إن كنت دكتور تتحدث يعني حتى عن تدخل الدولة، الدول الغربية كانت تتدخل بإزواجية غريبة جدا لحماية الصادرات والواردات، تضع قيود على الصادرات والواردات لحماية ربما اقتصادها بشكل ما، لكنها لم تحمي، لم تستطع حماية النظام المالي العالمي بشكل جدي. سأعود إليك دكتور، وتبقى نقطة العالم العربي أين هو من هذا، من كل ما يحدث، ولكن اسمح لنا أن نأخذ بعض المشاركات وأعود إليك. أبدأ من بريطانيا، جلال عكاري تفضل أنت على الهواء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، معك جلال من العكاري من لندن. تفضل أنت. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أختي العزيزة، أنا أريد أن تسمعني جيدا. أنا أريد أن أسأل الدكتور سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، كثير من الأوروبيين في فرنسا قالوا أن التجربة الإسلامية هي التي لابد تكون سائدة في فرنسا، ولعلك سمعت ما حدث للتصريحات للمسؤولين في البنوك أنهم يرفضون التعامل بالربا في فرنسا، وقالوا أن سبب الأزمة هذه هي الربا. هذا السؤال الأول لفضيلة الدكتور. السؤال الثاني، الدول العربية حزينة جدا على انهيار الاقتصاد الأمريكي. لماذا انهيار الاقتصاد الأمريكي؟ ماذا فعل الاقتصاد الأمريكي غير الحصار على غزة وتقتيل الشعب الفلسطيني واحدا واحدا؟ أما أن للعرب أن يخرجوا من التبعية. أما الشيء الثالث، بوصف الدكتور أكاديمي، ما له ما قوله في أحد الأوروبيين الذين قال يا له من دين لو وجد رجال، ويقصد الإسلام. الإسلام فيه كل الخيارات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وهذا ما صرح به الأسقف في كاردينال في بريطانيا حين قال لابد أن نطبق الإسلام. وهذا ما أردت أن أقول، أرجو من الأكاديمي أن نجيب أخوه جلال بكل صراحة. والسلام عليكم. معي من الجزائر أحمد تتراوي، تفضل سيد أحمد. السلام عليك أختي سوزان، وتحية لقناة الجزيرة الموقرة أختي سوزان. والله لا أريد أن أطيل على سيادتكم الموقرة، إنما أريد تحليلا واقعيا أختي سوزان. الدول الغربية وأمريكا أختي سوزان إذا مرت بهذه الأزمة فلديها من التكنولوجيا ومن العلم التجريبي ما تستطيع أن تزود نفسها، ونحن لسنا ضد الذين يقولون يمحق الله الربا، ربما هذا تكون عقوبة إلهية إلى غير ذلك، فالقانون أو المنطق هو الذي يحكم. أما أختي سوزان، مثل ما قال أحد المفكرين، الجسم القوي مهما دخلته الأمراض فإنه يستطيع أن يقاوم. لكن أختي سوزان، ما رأي الدول العربية التي هي سواء أفلست أمريكا أو أفلس الاقتصاد العالمي؟ الدول العربية أختي سوزان تعاني من الخمسينات، سواء كانت أمريكا أو الاقتصاد الرأسمالي قائما أو كانت الاشتراكية قائمة. الدول العربية أختي سوزان لم يكن نجاحها ناجحا سواء في الرأسمالية أو الاشتراكية. لا هي صنعت المصانع، ولا هي أطرت المواطن العربي، ولا هي خدمت التكنولوجيا. إذا أختي سوزان، آخر ملاحظة، أن الدول العربية لا يهمها الرأسمالية أو الاشتراكية، هي من الخمسينات إلى حد الآن لم تجد نظاما يسيرها، فعليها أن تخترع نظاما جديدا لا رأسمالي ولا اشتراكي حتى تخرج بالمواطن العربي إلى بر الأمان. شكرا لأختي سوزان. شكرا للمشاركة. من اليمن علي صالح تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك ولضيفك الكريم طلال أبو غزالة. أخي، انتهت النظام الاشتراكي وكل تبعياته انتهى، والآن بعد انهيار النظام الاشتراكي الولايات المتحدة الأمريكية تفردت بالعالم، فبدل أن تنشر العدالة والعدالة والديمقراطية والمساواة بين الناس، احتلت لنا دولتين عربية وإسلامية. هذا عمل أمريكا وهذا نتاج أمريكا. أمريكا عملت هذا بيدها وخذت عقابها. نحن العرب أين موقعنا؟ دائما تجي الأحداث والمتغيرات ونحن العرب ضايعين، ليس لدينا أي رؤية أخرى نتجهها. انهار الاتحاد السوفيتي وليس لدينا أي اتجاه نفعله. الآن أمريكا تربط أنفاسها الأخيرة تجاريا، ونحن العرب نتسارع إلى التباكي عليها ودعمها اقتصاديا. أمريكا أخذت عقابها. هل هو التباكي عليها أم التباكي على الذات؟ أشكرك سيد علي. معنا من الإمارات إبراهيم عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أخ طلال، لقد قمت أنا يوم أمس بزيارة جناح شركات طلال أبو غزالة في معرض جاتكس بدبي، وأرى أن من واجبك أنت كفلسطيني أن تفتح فروع لمجموعة شركات طلال أبو غزالة في غزة فلسطين، وذلك لتشغيل الغزاوين من ناحية،
ومن ناحية أخرى أن تساهم في فك الحصار عن غزة. فنحن لا نريد كلاما وشعارا، بل نريد أعمالا وأفعالا، ولقد شبعنا من خطابات. والسلام عليكم. السلام، معنا من الأردن صلاح صادق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أود أن أذاكر الدكتور في أمور أساسية تتعلق في الاقتصاد والنظام الاقتصادي. أولا، النظام الاقتصادي هو مبني على عقيدة وليس على فرع منفصل عن العقيدة. فالنظام الاقتصادي الرأسمالي منبثق على العقيدة الرأسمالية القائمة على فصل الدين على الحياة، مما يترتب عليه أن يكون المال هو الأساس في تصرفات الإنسان وفي حياته وفي إيجاد نظامه أيضا. هذه النقطة الأساسية. النظام الإسلامي مثلا يقوم على عبادة الله سبحانه وتعالى وتسخير المال في أوجه الخير. أما في النظام الرأسمالي فالمال من أجل المال وإشباع رغبات الناس الذين هم يسيطرون بقوتهم الفكرية أو الاقتصادية على بقية الناس. نعم. مما يحدد سلوك النظام الرأسمالي أو بشكل عام بأن يستعمر الشعوب ويستغلها ليستنزف طاقاتها لكي يستطيع أن يشبع جشعه المالي. ومن هنا يأتي فساد أو تدهور الاقتصاد الذي حصل في الغرب في أمريكا بشكل خاص، هو بسبب هذه النظرة المبنية على المادية البحتة الجشعة التي تستغل أموال الناس من أجل ملء جيوب نفر قليل من الناس يتحكموا في العالم. ولذلك إذا لم يتغير الأساس العقدي بالنسبة للنظام الاقتصادي فسيبقى النظام يعيث فسادا في أهله وفي غيره من العالم. والرجوع إلى العقيدة الإسلامية التي تجعل المال وسيلة للتعبد وللخير، لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي في العالم أو في الدول العربية. وهذه الدول العربية نعلم بأنها هي دول تابعة لا أساس لها ولا أنظمة لها، ولذلك لا ينظر إليها إلا من حيث الأساس الذي هو هل هي تطبق دينها وعقيدتها بشكل صحيح. شكرا لك على المشاركة سيد صلاح. معنا اتصال آخر انقطع من المصدر. أعود مرة أخرى بهذه المشاركات لضيف حلقة اليوم الدكتور طلال أبو غزالة. دكتور، استمعت معنا إلى هذه المشاركات، ولنأخذ المضمون العام. أولا، فكرة النظام الرأسمالي، المشكلة في الأيديولوجية الرأسمالية، وربما التعامل بالربا هي المشكلة، والبعض الآخر يرى بأن الحل الإسلامي هو الحل الأمثل أو حتى الخيار الأمثل، وإن إذا كنت تتحدث عن التحول. إذا سمحت لي، أنا لن أتناول الآراء التي أحترمها، يعني طبعا. من أبدى رأيا وتعليقا وملاحظات حقه وأحترمه، ولن أعلق عليه لأنه ملاحظة. إنما أريد أن أرد على الأسئلة وبالذات سؤالك. التجربة الإسلامية في البنوك الإسلامية تجربة ناجحة وأثبتت نجاحها، وبالتالي فهي إحدى المبادئ الاقتصادية التي يمكن اعتمادها. فيما يخص الدول العربية وموقفنا وموقعنا من هذه الأزمة تجاه الدول الأخرى سنتناوله فيما بعد إذا أمرت. إنما أنا لا أتفق مع مبدأ أن الاقتصاد هو عقيدة. الاقتصاد هو مبادئ وأساليب واتفاقيات وتعاقدات تتم بما يحقق المصلحة الاقتصادية، فهو ليس عقيدة وليس دينا. الدين فصل وشرع في كثير من المبادئ والمعايير الاقتصادية، إنما الاقتصاد ليس دينا، إنما يجب أن تؤخذ فيه بالاعتبار المعايير والمبادئ الدينية.